الإمام سلام الله عليه يقول: ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا. وشلك بالتبر، ها التبر يسجد على أعتابك. اجى الذهب من مختلف الأرض، منذ أن وضع علي في التراب وهو أكبر من التراب، ها منذ أن وضع بالتراب سجد الذهب على أعتابه. وشنو قيمة الذهب إذا كان ذاك ما كل الواعظ اللي وقف على الإسكندر وإسكندر حاطيه تابوت من الذهب، قال هذا الذي كان يكنز الذهب أصبح الذهب يكنزه، هو الذهب الأهل. الإمام علي بالعكس ما كان يكنز الذهب، كان ينبذل الذهب. يقول دخلت عليه على عبد الله بن أبي رافع، يقول يجيبون يومية يسكبون الذهب والفضة بين يديه يصنفها بيده وهو ينادي إليك عني يا بيضاء يا صفراء غري غيري، يوزعها ثم يرفع رأسه يقول: اللهم اشهد على عبدك علي بن أبي طالب، لقد أدى لعبادك حقوقهم. ثم يقول: هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. يوزع الذهب والفضة ثم يرجع إلى بيته وقد وضع رداءه على كتفه، وقد يحمل رغيفا لأهله أو قد لا يحمل رغيفا.